إذن هون رح نعرف بالضبط دلتا. دلتا is the angle by which EA leads V5. فعندي إذا كانت الحالة هاي هي V5 هيك، إذا كانت EA هيك معناها دلتا، طبعا احنا عم نلف في هذا الاتجاه. In this case دلتا is positive لأنه هذا generator. إذا دلتا لما تكون positive تكون هذا generator، والحالة الثانية وهون عندي دلتا positive، والحالة الثانية راح تكون لما تكون محرك. احنا لسه عم نلف في هذا الاتجاه ميجا ميجا، عندي هون هون بهاي الحالة دلتا is negative لأنه EA، احنا قلنا الزاوية by which EA leads V5، فهون تلاقي V5 فصار الدلتا negative ولذلك هذا هون محرك. ثيتا انتوا عارفين ثيتا بس بنعيدها حتى نأكد، إذا اللي هي هون الفيز أنجل وهاي اللي هي التورك أنجل دلتا. ثيتا هي الفيز انجل، هي از ثيتا از ذا انجل باي ويتش اي اي ليدز في 5. بكون عندي هون اذا كانت في 5 هيك واي اي هيك تكون ثيتا بوزيتيف ليدنج لود، والحالة الثانية طبعا بتكون في فاي هيك تكون صارت ثيتا نيجاتيف لاجنج. اوكي تمام.